It's difficult. Help me help you. Girl, what you trying to do? Cause I don't got a clue. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم، نورتوني. وحلقه جديده النهارده وسريعه جدا من مطبخ ياسمين فاست فود. وفي اول الحلقه بحب اتوجه بالشكر لكل اصحاب القنوات وكل اصدقائي، ربنا ما يحرمكم مني، سوري، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. وبتشكر يعني بتشكر ليكم لدعمكم ليا وتشجيعكم لقناتي، متشكره جدا 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 ليكم، وان شاء الله نفضل اصدقاء للابد. تعالوا نتكلم مع بعض النهاردة على حلقة النهاردة. حلقة النهاردة سريعة، وهعمل فيها كريمة الزبدة. كريمة الزبدة بتحشي بيها جميع أنواع البسكوتات، وهي طريقتها سهلة وجميلة وإن شاء الله هتعجبكم جدا. ممكن تحشوا بيها الهوز أو أي نوع من البسكوتات، بسكوت فرنسي، بسكوت بيمبو، أي بسكوتات. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. المكونات بتاعت النهاردة بسيطة وسهلة. المكون الأول معايا هو طبعا بطل الحلقة اللي هو الزبدة. الزبدة لازم تكون بحرارة المطبخ، يعني لو خرجتيها من التلاجة لازم تسيبيها على الأقل 3-4 ساعات عشان تكون طرية معاكي جدا وما تبقاش ساقعة خالص وتقدر تمتزج بالسكر. 100 جرام من الزبدة، نص كوباية سكر بودرة. ممكن طبعا اللي بيحب الزبده تكون مسكره شويه يزود، يعني ملهاش مقياس، يعني ممكن تبقى كوبايه الا ربع. عندي كوبايه من اللبن السائع جدا، واهم حاجه طبعا يكون اللبن مثلج جدا، او ممكن لو ما عندكيش لبن ممكن تستخدمي ميه تكون ساقعه جدا، بس يفضل اللبن عشان قيمته الغذائيه العاليه طبعا. وكيس من الفانيليا. والاضافه اللي انا بحب ازودها على كريمه الزبده هي كيس كريم شانتيه، بتديها طبعا نكهه وطعم جميل جدا كريمة الزبدة. بس كده يعني مكوناته بتكون سهلة وبسيطة. والله في ناس بتحب تزود شوية في الزبدة، انا ما بحبش يعني تكون يعني كتيرة جدا، بحبها تكون متوسطة في كريمة الزبدة بتاعتي عشان كمان يكون لونها ابيض كده وجميل. Welcome my friend from all foreign countries. Thank you for your support and encouragement of my channels. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنحط الزبدة في بولة، هنضرب بالمضرب الكهربائي، نضرب الزبدة كويس جدا 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 في الاول لغاية ما تبتدي تفكي معاكي. شوفوا الزبدة بقت عاملة ازاي. هنبتدي نضيف السكر البودرة تدريجيا، يعني ما نضيفوش كله مرة واحدة، وابتدي اكمل ضرب بالمضرب. هنا السكر ايه شارب نسبة رطوبة. هنبتدي نضيف اللبن شوية شوية، يعني معلقتين معلقتين، ونضرب تاني. هبتدي اضيف بعد كده كيس الكريم شانتيه بتاعي. وباقي نص كوباية اللبن اللي عندي، او المية زي ما قلت لكم في الاول. ونكمل ضرب. استمرت الضرب لغاية ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه بسرعة، طبعا بتاخد حوالي 4 دقايق. هنضيف الفانيليا اخر حاجة ونضرب كده دقيقة. وبكده خلاص كريمة الزبدة بتاعتي بتكون جاهزة. شايفين قوامها ولونها عامل ازاي؟ اهي رائعة. بتحشي بيها البسكوتات، او بتحشي بيها طبعا تورتة، بتحشي بيها اي حاجة انت عايزاها من الحلويات. اهي جميلة جدا، والقوام بتاعها بيكون جميل. ممكن كمان تحتفظي بيها في التلاجة لفترة، يعني ممكن تقعد 3-4 ايام. عايزه تستخدميها بعد كده ممكن تشيليها كمان في الفريزر.
اهي قوامها جميل جدا، سهلة وجميلة، ممكن تعمليها بأبسط المكونات وبتبقى جميلة. 100 جرام باتر اند هاف كاب شوجر باودر اند فانيلا، كريم باج شانتي ذا واي وي مالتبلاي ذا باتر ويز ذا باتر اند اد ذا شوجر جراديوالي باودر تو باتر اند كونتينيو تو بيت اند زين اد ذا كريم شانتيه زين اد هاف ا كاب اوف ايس ميلت فيري جراديوالي وايل كونتينيوينج تو بيت ذا هيلينج اند هيلينج اند فيلينج ذا بيسكيتس باي. شكرا لكم جدا النهارده لسماعكم ليا، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه كتير، وشاكره جدا ليكم لدعمكم ليا.